كيف يعلم العبد أنه فر إلى الله تبارك وتعالى؟ أول ما يجد أن هواه في هوى رسول الله يقول أنا بدأت كده أفر إلى الله. يعني إيه؟ يعني مثلا يأتي الليل هواي أن أنام، لكن هوى رسول الله القيام، قم الليل إلا قليلا. يعني هواه يوافق هوى الرسول صلى الله عليه وسلم، هواي أن أحتفظ، يكون هواه تبعا لما جاء به كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، هواي أن المال الذي في جيبي هواي أن أبخل به، لكن الرسول كان كالريح المرسلة وأعطى أقرع بن حابس غنما بين جبلين، خلاص خلص هذا هواه. طيب هواي أن أنتقم ممن ظلمني أو تكلم في حقي أو خاض في عرضي، لكن هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلم وأن يعفو. فإن تخلقت بأخلاقه وجعلته هو القدوة فإذا بدأت أفر إلى الله، وهذا هو الميزان. الميزان رقم واحد. نعم. نمرة اثنين، أن عندنا آيات القرآن الكريم أضعها في الميزان، ما وافق الكتاب اتبعنا نفسي متابعه كده سبحان الله، وما حذر منه القرآن توقفت، يبقى أنا كده فررت إلى الله عز وجل. انظر في اخلاق الصالحين كيف كانوا، هذه موازين. نعم.